السلام عليكم، شو اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بصحه فطوركم؟ ايوا شنو نقول لكم، شفتوا واحد الفيديو قبيله ديال هذاك الاب غير مسؤول، راجل السعاد، واستفزني بواحد استفزني بزاف، وقلت والله تنخرج من النظر ونقول ليه واش ما حشمتيش. الناس كيحشموا في هاد العواشر ما حشمتي، الناس كيحشموا في العيد ما حشمتي، الناس كيحشموا في رمضان ما حشمتي، ما بغيتي تحشم ما بغيتي ترمش. مهم نهضر بشويه ونزيد من صوتي باش تسمعوني. قبيله خرج واحد الفيديو على وليداتو الصغار، اقسم بالله العلي العظيم كثرت ما استفزني. ما كرهتش كون كانوا التعاليق بالبنيه، نبقى نصيفط ليه التعاليق بحال هكا، حيت انا كنتفرج صراحه غير في التلفازه يعني، وانا من داك النوع باش نكون واضحين. انا كون كنت كنكتب لي تعاليق نقول لي رعايتك، ما كندخلش، ما عنديش بعدا لي فو كونط، وما كندخلش نكتب التعاليق نهائيا لتا شي واحد، لا لراسي لا لغيري، كنتفرج غير في لا تيلي. ومهم تفرجت فيه قبيله في واحد الفيديو، واحد اللايف، عطي واحد المستفز، اقسم بالله الا انا اللي ما كيجينيش، وبقيت كنقول باز لسعاد، باز لك يا سعاد، الله يحسن عوانك يا سعاد. صراحه الراجل اللي ما كيكونش فيه السمات ديال الرجوله، يعني الرجوله شنو هما العلامات ديال الرجوله؟ هي الانسان كيبقى الفوق مهما المراه تغلط، مهما المراه تهضر، مره هذه الراجل ما كيدخلش في هذوك لي ديطاي ديال العيالات. قبيله كيهضر على ولادو كيقول ليها انا مخلص لولادي المدرسه وانت ما كتصيفطهمش، الوغ كو هي قالت كتصيفطهم. وبغيت نقول ليه واش انت درتي المسؤوليه ديالك كأب عاد بقالك غتهضر على المدرسه واش غيقراو ولا ما يقراو؟ انت عام هذا ما صرفتي عليهم، ما كسيتيهم، ما خرجتيهم، ما عرفتي النفسيه ديالهم كي دايره؟ يعني من العيد الكبير اللي فات فاش كان وقع المشكل، فاش حط لهم الحول يمشى من تما ما شفتيهم، ما تعاملتي معاهم. اللي حرقوا في قلبه قبيله كيقول ليها انا خفتيني نصور معاهم، نعطيهم حوايج العيد في ليكول، كي غتكون النفسيه ديال هاد الوليدات وهما ياخذوا الحوايج ديال العيد في ليكول؟ يعني باهم ما فهمتش واش ما عندهمش دار باش يديروا حوايج العيد؟ والله ما فهمت. وكيقول لها ما بغيتينيش نصور فيديو، يعني هو الهم ديالو كامل هو الفيديوهات، ما بغيتينيش نصور معاهم فيديو في ليكول، ها انا درت عليهم لايف، لا بغيتينيش نصور معاهم وندخل مداخل، فها انا هنا استفدت ودرت لايف ودرت عليكم فيديو. كيهضر على ولادو بهذه الطريقه، ولاد صغار اللي ما قادر يمسك لا يعبروا ولا يقولوا ولا يهضروا لا يوصفوا داكشي اللي بالداخل ديالهم، والو وليدات صغار بريئين. وكيهضر وقال لها على ادم، واحد الكلمه ادم نقولوا ما مشاش للمدرسه الله يشافيه، كيهضر على كيدعي مع الولد الله يشافيه، اون ديغي زعما ماشي ولدو، ما كيجيه ما والو، بحال واحد براني كيقولوا الله يشافيه. فين هي الأبوة؟ فين هو الضمير؟ وفين هي الرجولة؟ وفين هي القيم؟ وفين هي المبادئ؟ اش نقول لكم، هذاك السيد خرج عليه الفلوس، خرج عليه اليوتيوب، مسكين كان جيعان في حياته كاملة، وملي داق الخير ماشي عارف يتصرف، لا هاج 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 هاج، تفرقع كيف ما كيقولوا عليه مفرقع، فعلا هو مفرقع، تفرقع علينا باش هاج، ما ما ما, ما, ما كل لقى وقيلا لا تقاد عليه البوز غيعلق راسو. الله اكبر اذن سمحوا لي من بعد، شي نهار يعلق راسو في البوله، شي نهار غيعلق راسو في البوله، نهار غيتقدر ليه البوز غادي يعلق راسو في البوله ويبدا هكذا كي كي كي. المهم داك السيد غريب والله العظيم. وسعاد قبيله مسكينه هي يا مجاوباه وكتقول ليها الاولاد ولا راه مشاو نسولوا المساعده، وسعاد واش مازال ما فهمتيش؟ وخصو غير يدخل فيديوهات، خصو غير يطلع عليك البوز، خصو غير يهضر عليك، فهمتي؟ يعني لا داعي انك تبقاي تبري للناس ولا تبري ليه هويا، عيشي حياتك مع وليداتك وخليه، هذاك راه الله يستر، هذاك راه حمق حمق وقالوا ليه زغرت صافي تسطى وحماق وشدو ما عادش شنو شدو والله العظيم. كيهضر قال لك محروق علاش ما صورش مع ولادو فيديو، دابا عتي اللي غيقتلو في سميره اختها، كل ساعه كيعال ليها اختها، عيل ليها باها، عيل ليها العالم، عتيش علاش كيعال ليها اختها؟ حيت محروق شاف سعاد اصلا هي تقوات قبل ما تكون الصلح ما بينها وبين اختها، ودابا فاش كان الصلح كان صافي كتحسي بالسند، حاطين كتافهم على بعضياتهم، مشاو طيب اونصومبل، كيمشيو ل يتقداو اونصومبل، كيمشيو ل يعني حاطين هذاك كتافهم على كتاف بعضياتهم صافي. هو ما عجبوش الحال، خاصو السيد خاصو هي تكون بوحدها، تكون بوحدها وتكون حزينه وتكون كئيبه وتكون مريضه. وبغيت نقول لك سير قابل هذيك اللي معاك، هذيك اللي ولات ام، هذيك اللي جبتي بلا ما نبقى نهضر عليها، قابلها هي ولومها هي
وطلع بها البوز، هي طلع عليها البوز هي، ما ديك السيده عطاتك الثقه راه هزه لك ولادك وكتستفزك تقول لها ولادي غيكبروا وغيجيو لعندي. وي ها 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 غيكبروا غيجيو لعندك، وخليت يكبروا خليهم بعدا يطلعوا طبيعيا ما يطلعوش معقدين، ديك الساعات غيجيو لعندك، يجيو لعندك يعطوك واحد القطله العصا ان شاء الله. واخا حنا ما كنشجعوش على العقوق حيت انت ما كتحشمش، حيت هذوك الولاد شوهتي لهم السمعه ديالهم، ما يجيو فين يكبروا فين غيبقاو هزوا راسهم، فين غيبقاو هزوا راسهم ويشوفوا حتى هما بحالهم بحال الناس. علاش؟ حيت انا غنقولك علاش شوهتيهم وطيحتي بهم نهار كله وانت كتعاطى مع امراه. راه مهما كان الحال نقولوا سعاد عطاتك ولا تعاطات معاك ولا جاوباتك ولا درتو فيديوهات ولا الناس ولا البراني، كتبقى انت راجل، كتبقى انت اب. الا كنتي اب مسؤول ما تدخلش في هاد لي ديطاي الصغارين، خليهم غير العيالات مع بعضياتهم. وانت انت اياك قلتي انت هو البوز شخصيا، فيديوهاتك طالعين ماشي بالضروري تبقى مطلعهم على ولادك وعلى مرتك. واش انت ما كتفكرش ولا ما فهمتش؟ انايا قبيله اللايف كيهضر عتي بواحد الطريقه خايبه، وانا الحوايج وانا كسيتهم وصافي كسيتيهم، واش ضروري ديرهم في الكاميرا وديرهم في التصوير وتبقى تخرج لينا سلسله دوك الفلوس ديال هذوك الحوايج اللي شريتي؟ واخا مازال ما صرفتيهمش للدراري، واخا رجعتي عليهم 1000 لايف و1000 فيديو، وبركه بركه بركه. خلي دوك الوليدات، لكن انت عندك شي شويه ديال القيم والمبادئ ولا شي شويه ديال الترابي، خلي ديك المراه عليك في التقار باش تلقى صحيحتها باش تكبر وليداتها، فهمتي؟ وديك الساعه تجيبهم لك كما قلتي تصور بهم، ماشي مشكل حيت انت كيهمك غير التصوير. ديش غنقول لك عتي كيباز لسعاد، والله العظيم انا تفرجت في الفيديو استفزني وبقوه، وقلت باز ليها مسكينه، باز ليها والله معاها. تي باش تشوفي واحد كيهضر معاك ديك الطريقه وشاد لك البنات كبار كيزيدهم كيتعايروا معاك، او الناس اللي كتقولوا كتجي على سعاد وما كتجيش من الحق، اختي انا ما جيت لا من سعاد لا من غيرها، انا كنهضر بالمنطق دائما. ملي كنهضر كنهضر على الوليدات الصغار وكنهضر حتى على البنات الكبار، كنقول على ان اساس هاد الناس كيحقدوا دوك الوليدات وهذا الشيء هذا ما خصوش يكون في السوشيال ميديا، هذا الشيء اللي كنقول. مي باش نهضر زعما على شي حاجه اللي كضر بهم لا، ما عمرني واقيلا ما كتفرجيش في فيديوهاتي او ما فاهماش انت اللي كتبتي داك التعليق ما فاهماش مزيان، حيت لا دخلتي تفرجتي في الفيديوهات ديالي وعرفتيني من نهار اللي بديت لدابا غتلقاي على انني ما هضرتش في داك الموضوع ديال المحارم حيت ما كيخصنيش. وكاع النهار الاول قلت لهم كنستبعد هذاك الامر ما شغليش، وكنستبعد فوالا. يعني انا ما كندخلش في دوك الناس بخير كحل، لا دائما كنهضر غير في المعقول، وكنتمنى فيديوهاتي يكونوا خفافين عليكم، والناس اللي فاهميني راه فاهميني، الناس اللي كيبغيوني كيشوفوا فيا بحب، كان كيقول لك فوالا عندك الحق، بصح عندك الحق. ولكن الناس اللي ما عندهمش معاك بطبيعه الحال يقدروا يكتبوا، ماشي الناس اللي ما عندهمش معايا، الناس اللي ضد سعاد، الناس اللي معاه هويا. ولكن بالنسبه للناس اللي معاه هو اطغى داك الموضوع ديال زنا المحارم، هذاك ما نقدروش ندخلوا فيه، لان كيبان لي انا كيخصهم هما ديك العائله الصغيره فقط، حنا ماشي شغلنا. الا كنتي كتحكمي بالعقل وكتكتبي تعليق بالعقل، فتا وحده فينا ما غادي ترضى ان بنتها اول دغيا يخرجوا يضربوا فيها ويمشيو مع مرت باهم ويضربوا في الام ديالهم، تا وحده فينا ما غادي ترضاها، لا ليك لا لغيرك لا واخا تكون غير جارتك وما تبغيهاش ليها. يعني هذا هو انا علاش كنخرج في هذه الفيديوهات وكنهضر في الموضوع هذا. ايوا غنقول لكم شكرا لكم، عتي وقعت لي اليوم واحد الكارثه عظمى. الفيديو اللي من ورا هذا نشرح لكم وغيكون هذاك الفيديو للعبره، كارثه عظمى وقعت لي، الحمد لله ربي قدر ولطف. احبابي غنقول لكم ما تنسونيش من التعليق ديالكم، وشكرا شكرا شكرا لاي واحد كتب لي توحشتك، حتى انا والله العظيم ملي كتكتبوا لي تعليق بحال كتبت لي واحد السيده نجوى، والبنات اللي ما قلتش سميتهم سمحوا لي بزاف، كتبت لي توحشتك راه مازال ما جاوبتهاش انا، ماشي صراحه قالتها لي اختي، قالت لي واحد البنت واش كتعرفي شي وحده سميتها نجوى، قلت لها متتبعه كنعرف نجوى، قالت لي راه كتبت لك توحشتك، شكرا ليك انا توحشتكم. ملي كنشوف بحال هاد التعليق هادو كيعجبني الحال، كيخليني نعاود نخرج لكم فيديوهات اخرى، كنحبكم شكرا لكم وشجعوني بالتعليق ديالكم. والبنات اللي مازال ما جاوبتكمش سمحوا لي، قريبا ان شاء الله غادي نجاوبكم غير راكم عارفين. سي
صيام ميناج ثياب رمضان العواشر. هذا هو. سجلت البارح واحد الفيديو مزيون شي دقيقة ولا جوج دقائق هكذا، كنت مشيت لدارنا ودرنا كنت درت معاهم العواشر ومازال ما درت لي لا مونتاج لا والو، دابا نحطو لكم وشكرا لكم وأتري بيانتو.